الزملاء عدوا لنا تقرير عن اسعار التذاكر والتباين الحاصل في الوقت الراهن، خلونا نشوفه ونرجع نعلق عليه. الجمهور اللاعب الثاني عشر في كل مواجهة والداعم الأساسي للأندية، حيث أصبح رقما صعبا من خلال الدور الذي تقدمه الجماهير لفرقها خلال المباريات وتحديدا المواجهات المهمة والحاسمة. ولكن أن يستغل ذلك الانتماء والعشق للعبة لطرح مزايدات في أسعار التذاكر يعد أمرا مستنكر. أقرب مثال حدث فيه هذا التفاوت في الأسعار واستياء الجماهير هي المباراة السابقة من الجولة 26 بين النصر والشباب في مرسول بارك، حيث استغرب الكثيرين أن يكون سعر التذكرة الموحدة لفريق النصر يختلف عن سعر الموحدة لفريق الشباب وهم في مباراة واحدة. علامة استفهام لم تكن على صعيد الجماهير فحسب، بل إعلاميا، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي استنكارا لما حدث في مرسول بارك. غياب النظام المحدد للتذاكر يسمح بوضع أي رقم تراه الأندية، لذلك طالب الكثيرين بإعادة تنظيم أسعار التذاكر كما كانت في السنوات الماضية، حيث كان الحد الأدنى للموحدة على سبيل المثال لا يتجاوز من 5 إلى 10 ريالات، والأعلى لا يتجاوز 50 ريال. الموسم اقترب من النهاية ومن الصعب اتخاذ قرار الآن، لكن الأمل موجود أن يتم التدخل سريعا من قبل رابطة دوري المحترفين للموسم المقبل من خلال تحديد أسعار التذاكر لجميع الأندية والحد من تفاوت الأسعار، فقد نخسر بسببها جمهور الدوري الأغلى على قلوبنا.